راسي حياة في حروف تختصر، فاسمعي الحكمة حرفا، إن بالماضي درر، إن بالماضي درر، قصص تروى وتحكى، عبرا فكرا ونهجا، شهدت لله ربا معجزات وسيار، معجزات وسيار. أناغي العلم في الكلمات شوقا، فيتحفني بألطاف المعاني، ويهديني حياة في حروف، وإني دون أحرفه لفاني، ألا إن الكتاب لمن تبارى، بميدان العلا فرس الرهان، ومن يهجر بدنيا السبق اقرأ، يدحرج في أخاديد الهوان، بها من غار ظلمتنا خرجنا، وحزنا في الورى أسمى مكاني. أحسن القصص حياة في حروف تختصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بكلمكم عن قصة بداية الوحي وأهمية القراءة. النبي عليه الصلاة والسلام تحكي عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام في الوحي الرؤيا الصادقة، يراها في المنام كفلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بربه سبحانه وتعالى في غار حراء، يذهب يصعد صعودا إلى جبل حراء، جبل النور في مكة، ويتحنث ويبتعد عن الحنث وكلام الجاهلية وأفعال الجاهلية وضجيج مكة، ويخلو بربه سبحانه وتعالى، يتعبد الله عز وجل هناك وبما معه من زاد، حتى إذا ينتهي الزاد الذي عنده يرجع إلى خديجة رضي الله عنها، يتزوج منها، ثم يعود مرة أخرى. وهذا كان إعداد له صلى الله عليه وسلم بداية الدعوة، مثل ما كان لما كان يرعى الغنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا رعى الغنم. لأن رعاية النبي للغنم يتعلم منها الشفقة والرقة واللين، لأنه سيكون راعي الأمة، راعي الأمة، والأنبياء رعاة الأمم، فلا بد يتدربوا، يتهيأوا ويتمهيد للقيام بالدعوة، وفيها الشفقة والرحمة، ويكون في مكان مفتوح بعيد عن الناس، يتأمل في السماوات وفي خلق الله وفي الأرض. وبعد ذلك في يوم من الأيام ومن شهر رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام كان في غار حراء يتعبد الله عز وجل، إذ نزل إليه الوحي جبريل عليه السلام، فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فضمه، قال: فضمني، غطني حتى بلغ مني الجهد، ما أتحمل، صلى الله عليه وسلم، خوف شديد، رعب. ثم قال له في الثانية: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، ما أعرف أقرأ. فضمه الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الخوف، فرجع إلى بيته إلى خديجة وهو فزع، وقال: زملوني، زملوني، دثروني، دثروني. فغطته خديجة رضي الله عنها، ثم أخبرها بالخبر، وقال: خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، تكسب المعدوم، تقري الضيف، تقوم على نواب الحق. حتى قالت له: إنك نبي هذه الأمة. ثم قالت:
ذهبت به إلى من؟ إلى ورقة بن نوفل بن عمها. ورقة بن نوفل كان يقرأ في الإنجيل والتوراة وكان من النصارى ويعرف أن النبي سوف يرسل ويبعث في هذا الزمان. قال له بعد ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الناموس الأكبر الذي نزل على موسى، والله لأن بقيت لأنصرنك نصرا مؤزرا. فانظروا إخواني أخواتي، تأملوا كيف القراءة هدت ورقة بن نوفل لأنه قرأ عرف الحق. والله سبحانه وتعالى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك، اقرأ يا محمد باسم الله، متوكل على الله، متيقن بالله، مخلصا لله الذي خلق. انظر في مخلوقات الله، تأمل في خلق الله، في الإعجاز، في الإبداع. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، سورة كاملة في القرآن سورة القلم. هذا على ماذا يدل؟ وشرف عظيم لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نحن أمة اقرأ. أول آية نزلت في كتابنا، في كتابنا كتاب الله العظيم القرآن الكريم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا يدل على أهمية القراءة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالقراءة، حتى من أسرى بدر فداهم يعلم 10 من أبناء من المسلمين، والصحابة كانوا يكتبون القرآن. وبعد ذلك جاء عصر التدوين وعصر الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية، وكانوا يقرؤون كتب الحضارات السابقة اليونانية والهندية والمصرية والفارسية ويترجمونها إلى اللغة العربية ويبدعون فيها ويطورون، وكانوا يجربون تجريب في علم الفلك وعلم الأحياء والطب وغيرها من العلوم، برعوا حتى في العلوم العسكرية. والإبداعات في الجانب العسكري كانت مع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الدبابة أول من صنعها من؟ فكرة المسلمين، وغيرها من الأفكار الإبداعية. وجاءت جامعات الأندلس بعد ذلك وجامعة بغداد وغيرها، حتى النصارى كانوا يرسلون أبنائهم لجامعات المسلمين يتعلمون، وكانوا يقولون من يريد معلمهم يقول لهم تريدوا تتعلموا تعلموا العربية، لأن العلم في اللغة العربية. اهتمام المسلمين بالقراءة والعلم، حتى أن سلفنا الصالح كانوا حريصين على أوقاتهم ما يضيعونها إلا إما في قراءة أو تعليم، لأن العلم رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان الواحد منهم يحرص على كتبه ويتعاهدها ويأخذها معه أينما ذهب في سفره ويعلم الناس. كانوا ينسخون الكتب، يبيتون طول الليل ينسخون الكتب يكتبون، ما كانت معهم مطابع، لكن كان عندهم حب للكتاب وحرص على الكتاب. فكيف لأمة اقرأ أن تتكاسل عن القراءة؟ لماذا نجد غيرنا يقرأ أكثر منا؟ الحمد لله الآن الوضع أحسن من السابق. كان في السابق يقولون العرب أقل الشعوب، أقل الناس قراءة، لكن الآن بدأ من العرب من زادت ساعات القراءة، خاصة في ظل الثورة العلمية المعرفية والتكنولوجية والقراءة الرقمية. الكتب تنزل لك كم كتاب على التليفون على الجهاز وتقرأ. لكن الذي يحزننا أكثر أنك في الطائرة تجد هؤلاء يقرؤون ونحن قليل منا من يقرأ. في أماكن الانتظار وساعات الانتظار وصالات الانتظار تجدهم يقرؤون أكثر منا. فعلينا أن نهتم بالقراءة إخواني وأخواتي، ونربي أبنائنا منذ الصغر على الاهتمام بالقراءة. نأخذ بأيديهم إلى المكتبات، إلى معارض الكتب، يختارون الكتب التي يريدون، لأن ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نقرأ كتاب في البيت، تنزل الملائكة حينما نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات، تنزل الرحمة والسكينة، ينور البيت على أهله. لما نقرأ في بيوتنا ونتعلم ونبدع، حتى في بلادنا الحبيبة عمان، رؤية عمان 2040 أن تكون عمان في مصاف الدول المتقدمة. كيف نحقق هذا الهدف؟ هذه الاستراتيجية لابد من القراءة، لابد من الإبداع، الإنتاج، الاختراع.
نزيد براءات الاختراع، نهتم نجعل ثقافتنا ثقافة قراءة وإنتاج، لسنا مستهلكين فقط بل منتجين ومصدرين ومصنعين. بإذن الله يتحقق هذا الهدف بتضافر الجهود، تعاون الجميع، بالتحفيز والتشجيع ونشر ثقافة القراءة، نشر ثقافة الإنتاج والصناعة والإبداع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الطاعة، أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يعيننا على حفظ أوقاتنا فيما ينفعنا في القراءة والإنتاج. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونهجا شهدت لله ربا، معجزات وسيار، معجزات وسيار. فتأمل وتعلم وازرع الخير أثار، أحسن القصص حياة في حروف تختصر.